نهاو عليكم، بدنا نجاوب أخونا أبو خطاب الشامي. سأل إيش يعني CAD؟ CAD يا جماعة هي Cash Against Documents، يعني بتم دفع الأموال للمصدر، يعني أنت بتشتري، أنت عم تشتري من حدا من الصين وبدك تدفع له، البنك بكون بخاطب بنكك، يعني بنكي بكون بخاطب بنك اللي عم بيشتري مني. فأنا بمجرد ما بعدت البضاعة وبعدت المستندات لبنك الشخص اللي أنا اشتريت اللي اشترى مني، بخاطب البنك بقول له مرحبا، البضاعة وصلت، هي المستندات، فلو سمحت طلع الدفعة للمصدر عشان أعطيك المستندات. هاي بيستخدموها لما بكون في أوردرات كبيرة، أو أنت مثلا ما في تعامل مسبق بينك وبين هذا، بس بالأغلب بالأوردرات الكبيرة. فهي اسمها Cash Against Documents، يعني الدفع ما بصير إلا لما بتوصل المستندات. السلام عليكم.